السلام عليكم. اليوم بالفيديو الثالث بدنا نحكي عن تصنيف المواد النانومترية تبعا لهيئتهم النهائية وتعريفهم، يعني بدنا نحكي عن التصنيف هاد حسب شكلهم وهيئتهم. نحن شفنا بالفيديو الثاني لأن تصنيف المواد النانومترية حسب أبعادهم وشكلهم ومنشأهم بالفيديو الثاني. اليوم بالفيديو الثالث رح نتكلم عن تصنيف المواد النانومترية حسب شكلهم وهيئتهم النهائية، وبالتالي نقدر نعرف ماهية المواد النانومترية هاي. طيب، بالنسبة لتصنيف المواد النانومترية حسب شكلهم وهيئتهم وماهيتهم، يعني في عنا قد يكون عنا أجسام نانومترية على شكل بودرة، وممكن تكون أو تكون مشتتة ضمن سائل، يعني معلقة ضمن سائل، أو الحالة الثالثة ممكن تكون أجسام نانومترية مرتبطة بسطح معدني أو بوليمير، يعني فقط عاملة كوتينج تغليف لسطح. أو الحالة الرابعة ممكن يكون عندنا إنه تكون المواد النانومترية محشوة ضمن جسم ما اللي هو قد يكون معدني أو بوليمير محشوة في الداخل يعني. طيب، بالنسبة لما بتكون على شكل بودرة الحالة الأولى، يعني ممكن تكون عندي أنا هالمواد هي اللي هي على شكل أجسام نانومترية بطبيعة البودرة تبعيتها، يعني ممكن تكون ذات أساس كربوني أو معدني أو حتى أكسيد معدني، واللي هي عادة نحن نشتريها بالسوق متوفرة بالأسواق، يعني لا طبعا الأسواق العلمية، يعني خلينا نقول لحتى نشتريها. هون رح أعطي مثال عليها، يعني أنا مثل الأمثلة عندي بودرة الذهب اللي هي الصورة اللي عم تبين لي هالبودر هاي اللي هي من أجسام نانومترية من الذهب، أو حالة أجسام نانومترية من النحاس، أو الحالة الثالثة ممكن تكون أجسام نانومترية من أنابيب الكربون. هون عم بعطي صورة لأنابيب الكربون أحادية الجدار، واللي رح نشوف هلأ نحن بالفيديو السادس لإلها رح نشوف كيف بدنا نصنع هي هالأنابيب الكربون وأحادية الجدار أو متعددة الجدار، رح نشوفها بالفيديو السادس إن شاء الله. واللي رح نشوف كمان إنه كيف أنا بدي صنع منها وأغزل منها خيط. هالخيط هذا مثل ما شايفينه بالصورة، خلينا نعرف بالبداية نقول إنه هالأنبوب الكربون النانومتري هذا نمثله بشعرة بشعيرة. لاحظوا معي الخيط الموضح عنا عبارة عن بمقطع العرضي في مئات أو آلاف الشعيرات، بس عم بيكون بالنهاية قطر هالخيط طبعا أرفع، إذا شفنا مقياس الرسم عندي إياه بحدود 20 مايكرون، يعني عم بيكون قطر الخيط تقريبا من 4 لـ 5 مرات أرفع من جسم من شعرة الإنسان. وطبعا متانته الميكانيكية عالية جدا جدا، رح نشوف هالحكي لاحقا. هاي بالنسبة على شكل بودر أو بودرة يعني بحالة. أو أما الحالة الثانية اللي هي ممكن يكون إنه أنا عندي مشتتة، يعني معلقة ضمن سائل. هالسائل ممكن يكون عندي قد يكون معلقة ضمن الماء، ممكن يكون مذيب عضوي، يعني مثل مذيب عضوي مثل حالة الميثان، الإيتان، الأسيتون، أو ممكن يكون بضمن كريمات، يعني كريمات البشرة معلقة ضمن كريمات البشرة المعروفة، أو حال ضمن زيوت عندي، ممكن يكون زيت سيارات مثلا هالمواد النانومترية هاي. طبعا هوني عملية التشتيت، استقرار التشتيت، يعني ضل معلقة ولا ما تترسب لأسفل إذا في حال حطيتها ضمن أنبوب أو ضمن زجاجة ما تترسب لتحت للأسفل، يعني بمعنى تظل معلقة ضمن السائل. هي الهدف اللي بنسعى له دائما بعملية التشتيت هاي لها الأجسام النانومترية، رح نشوف هالأمر بأمثلة لاحقا.
طيب هلا هوني راح نشوف مثلا، انا عندي مثال لحاله انابيب الكربون، يعني عندي صورتين هوني ما شايفين، لما بتكون معلقه بشكل صحيح مثل الصوره على اليسار او مترسبه باسفل هالزجاجه هي، يعني هوني بتكون العمليه فشلت بعمليه التشتيت هي اللي عم نحكي عليها للاجسام النانومتريه. خليني بس اتذكر مثال، يعني انا لما بحط القهوه بمي بشوفها انه تتكتل على بعض البعض وبدها تترسب حسب وزنها طبعا للماده للجسم الماده اللي بدي شتته، فاذا بده يكون وزنه اقل من المي بده يترسب بالنهايه للقاع، ولما بده يكون اخف من المي بده يطفو على سطح الماء. انا بحالتي شو كانت المواد النانومتريه حسب وزنها وثقلها بدي اياها تتعلق معلقه، فهذا خلينا نقول عملية ما سهلة رح نشوفها بالفيديو حاليا وبالفيديوهات اللاحقة كيف هالعملية هي بدنا نقوم فيها لحتى أمن عملية استقرار لهالتشتت، هذا يعني تضل معلقة ضمن السائل اللي مهما كان السائل نوعه. طيب هاي مثال عندي حالة الأنابيب الكربون، وممكن يكون أنا عم بعطي مثال تاني لحالة الألومينا الأكسيد الألومنيوم كمان عم شتته بالماء ضمن الماء، فنشوف حالة A مشتتة بشكل نظامي ومعلقة المواد بشكل منتظم وبشكل مستقر، في حين الحالة B عم نشوف إنه هي مترسبة بالقاع. طيب الصورة الثالثة لمادة هامة جدا لها تطبيقات كثيرة اللي هي عملية تشتت الأسلاك الفضة النانومترية لنصنع سائل ناقل للتيار الكهربائي، هي عم نعطي أمثلة على حالة لما بتكون المواد النانومترية مشتتة ضمن سائل. الحالة الثالثة اللي عندنا إياها إنه تكون يعني مرتبطة بسطح ما. أول مثال عندي إياه هو حالة كتير منشوفها هي بحياتنا العملية، يعني أنا عندي عم بعطي مثال المكوات المصفف الشعر أو المقلات كيف عم نغلفها مثلاً، الأدوات الحديثة من هالمنتجات هي عم تكون مغلفة بخليط من أكسيد السيليكون مع أكسيد الزركونيوم لحتى أحصل على طلاء لهالأجسام المعدنية هي وتؤدي للغرض المطلوب اللي رح نحكي عليه بشكل مفصل بالفيديوهات اللاحقة من حيث تطبيق هالمواد هي بأثناء تطبيقها يعني. طيب الحالة الثانية عم بعطي مثال على لما بتكون مثلا مادة الجرافين عم أغلف فيها سطح معدني لأحميه من التآكل، ونشوف هون بالصورة المجهرية كيف طبقة الجرافين عم تكون سماكة بالمايكرونات، يعني بأقل من 3 إلى 4 مايكرون عم تكون فقط لغرض الحماية من التآكل للأجسام المعدنية هي عم نصنف هلا بالفيديوهات اللاحقة رح نشوف تطبيقات بشكل أكبر ونفهم بشكل أكبر هالحالة هي، ولكن أنا هلا في إطار التصنيف شو ممكن يكون عندي أجسام نانومترية وين وتواجدها وشكلها النهائي. طيب الحالة الثالثة ضمن هالتصنيف هذا لما بغلفها على سطح ممكن آخذ حالة لما بغلف أقمشة الأقمشة بشكل عام بمثلا أعطي مثال هون تغليف بثاني أكسيد السيليكون لحتى أحصل على قماش كاره للماء غير محب للماء، وهوني لما عم نغلف هالقماش هذا فمعناته أنا عم أمن إنه هالقماش ضد الاتساخ يعني ضد التبلل، وهوني طبعا نحن لما أو العلماء لما قاموا بهالعملية هن عم يقلدوا ظاهرة نبات الخس، حالة الخسة موجودة على سطحها حلم، هالحلم عم تتغلب على عم يكون إلى شط سطحي غير متناسب مع الشد السطحي للسائل اللي عندنا اياه، وبالتالي عم تقوم بهالعمليه نتحكم ب لحتى عم نحوله لهايدروفوبيك يعني ضد التبلل، في حين لما كان قبل بحاله انه متبلل. راح نشوف هالتطبيقات بالافلام القادمه بفيديوهات القادمه ان شاء الله. طيب الحاله الرابعه اللي هي ممكن تكون عندنا هي حاله انه المواد النانومترية محشوة ضمن جسم معين،
محشوة ضمن جسم معين. يعني أنا هون رح أذكر مثال، لما بدنا نصنع أفلام رقيقة نافوذة للضوء، يعني الضوء عم ينفذ منها وبالتالي هي شفافة، وبنفس الوقت هي ناقلة للتيار الكهربائي. يعني هالشيء هذا رح نشوفه بتطبيقات الإلكترونية بشكل عام، بالشاشات. يعني لما عم بحكي على شاشات الكريستال السائل اللي هي ال LCDs، أو الديودات الباعثة للضوء مثل حالة ال LEDs، أو الديودات العضوية الباعثة للضوء، أو حتى الشاشات اللي تعمل باللمس، هي كلها بدنا نطبق فيها عنصر الأسلاك الفضة النانومترية اللي رح أحكي عليها بشكل دقيق ومفصل بالفيديو الخامس إن شاء الله. بدنا نحكي على هالموضوع هذا، على تطبيق حصول على أفلام رقيقة شفافة نافوذة للضوء، وبنفس الوقت هي ناقلة للتيار الكهربائي. حالة شاشة الموبايل أكبر مثال على هالشيء، كيف عم يتم حشوة إما بأسلاك الفضة النانومترية، أو حتى شبكات فضة نانومترية، أو حتى أنابيب كربون هي، أو الجرافين. راح نشوف هالحكي بالفيديو الخامس إن شاء الله. طيب، ممكن أنا أطبق مواد نانومترية ضمن محشوة ضمن جسم كمان للحصول على سطح شفاف، وبنفس الوقت استفيد من ظاهرة التسخين الذاتي. يعني عم ناخذ مثال هون، أنا حالة النوافذ اللي بدها تشع حرارة، بدها تعطي حرارة، بدها تسخن حالة بشكل ذاتي، نتيجة طبعا تطبيق جهد كتير صغير، رح نشوف هالحكي لاحقا، وتطبيق عليها هون بحالة نوافذ السيارات لحتى إزالة الصقيع أو تذويب وإزالة الضباب. هاي حالة تانية. أو الحالة الثالثة ضمن المحشوة رح استفيد فيها منها كمان بوقت بدي أحكي على فلترة المياه أو معالجة المياه أو السوائل بالفيديو الثامن، رح أحكي فيها على استفاد من حشو المواد النانومترية لأحصل على جسم مسامي بوروس، واستفيد من المواد النانومترية ضمن هالبنية هاي. رح نشوف هالحكي ضمن هذا كله بيندرج ضمن إطار حشو المواد النانومترية ضمن الجسم. معناته أنا شفت هلأ بشكل عام هالمواد النانومترية بشكل النهاية أو حسب شكلها، ممكن تكون إما بودرة، أو ممكن تكون معلقة ضمن سائل، أو مرتبطة بسطح، أو حتى بالأخير بالحالة الرابعة أن تكون محشوة. طيب، هلأ إذا بدي أحكي على التصنيف المواد النانومترية حسب ماهيتها أو تعريفها النهائي، كمان خليني صنفها ضمن ثلاث تصنيفات رئيسية من حيث التركيب. يعني التركيب ممكن تكون أنا عندي مواد نانومترية أحادية، يعني استخدام مثل حالة أنابيب الكربون أو حالة أسلاك الفضة، أو قد تكون مركبة. مركبة يعني داخل فيها مادتين أو ثلاثة مع بعضهم البعض لا يظهروا لي، لا يعطوني جسم مركب. يعني هون عندي لما بحكي على الكومبوزيتس بشكل عام، على المواد المركبة بشكل عام، كومبوزيت بوليمرز أو كومبوزيت ميتالز، في عندي استخدام ثنائي أو ثلاثي للمواد المركبة. عم بعطي هون بالصورة مثالين على هالموضوع هذا. خليني أحكي بالصورة اللي على اليسار، يعني أنا عندي هون لما قمنا بتصنيع شعيرات نانومترية من بوليمير السيلولوز أسيتات اللي هو أساس سيلولوزي، وعم نعلق فيها مادة البيلون أو البيلون باللهجة الحلبية أو الغضار، هو مادة الكلي الغضار، عم نعلق هالغضار على شعيرات نانومترية. خلينا نشوف الصورة A كيف مكبرة لشعيرات نانومترية، بدي أحكي عليها بشكل كبير بفلترة المياه هاي بالفيديو الثامن، بس هلأ عم نعطي أمثلة على حالتنا. يعني نشوف كيف علقنا هالغضار على الشعيرات النانومترية. طبعا أرفقنا صورة لمجهر إلكتروني، صورة لمجهر الانتقال الإلكتروني بفرجيني هالبقع السوداء، هاي هي المادة الكلي اللي هي ضمن الشعيرات النانومترية. أو حالة الثانية هي حالة لما أنا بدي استخدم الأنظمة المعدنية العضوية المسامية، لأنه حكينا عليها اللي هي
الميتال اورجانيك فريم ووركس اللي هي لها سطح عالي جدا استفيد من مساميتها بتعليقها كمان بالشعيرات النانومتريه. وهون عندي مثال ماده، الماده اسمها صعب شوي، ماده الامي دازوليت زيلوتيه. هي ماده كثير هامه لاستخدامات كثير كبيره بالحصول على نظام معدني عضوي مسامي لاغراض كثيره رح نحكي عليها بالفيديوهات اللاحقه. طيب ضمن التصنيف الثاني كمان ضمن تعريف المواد النانومتريه عندي الشكل المورفولوجي لها. الشكل المورفولوجي لها يعني انا هون عندي ماده نانومتريه بدي اشوف في شيء اسمه الاسبكت راشيو، يعني بمعنى نسبه طولها لثخانتها، طول الماده النانومتريه لثخانتها او لنسبه طولها لعرض او لارتفاع لعرض. مهم هالماده هالتصنيف هذا بيقولوا له الاسبكت راشيو اللي هو نسبه الطول للعرض. في عندي مواد قد تكون هالنسبه هي صغيره، يعني نسبه الطول للثخانه كثير صغير، يعني عم ارفق صور لحاله اجسام كرويه نانومتريه او مكعبات نانومتريه او حتى اهرامات نانومتريه او حتى لوالب نانومترية صغيرة، نسبة الطول للثخانة كتير صغيرة، أو العكس نسبة الطول للثخانة كتير كبير، يعني مثل حالة الأنابيب الكربون نانومترية وحالة ممكن تكون هالشعرات، هي خليني نسميها شعيرات، أعطيها اسم شعيرات مبدئيا، ممكن تكون وهي نسبة طولها لثخانتها كتير عالية، يعني بتجاوز الألف أو الألفين أو حتى أعلى من هيك، مثل حالة الأسلاك الفضة النانومترية أو الأنابيب الكربون النانومترية، أو ممكن تكون على شكل زجزاج أو على شكل صفائح أو على شكل دعامات على سطح معين. والصورة الأخيرة اللي هي عم تمثل لي الحالات الممكنة لهالتصنيف هذا ضمن إطار طول لثخانة عالي جدا. طيب الحالة النهائية اللي هي عندي إياها حسب درجة تكتل الشعيرات، تكتل هالمواد النانومترية أو تكبتلة، تكتل أو تكبتل المواد النانومترية وانتظامية أبعادها. هلا من حيث الانتظامية ممكن تكون بقى أنا عندي يمكن أن نقول أنها متجانسة الأبعاد، بمعنى أن كافة الأجسام لها أبعاد متماثلة، أو غير متجانسة الأبعاد بمعنى أن هناك اختلاف في أبعادها ضمن العينة الواحدة. أما بالنسبة لدرجة التكتل والتجمع، تجمعها مع بعضها البعض، هون رح نسأل هالسؤال هذا، يا ترى هي متجمعة ومتكتلة مع بعضها البعض أم أنها منفصلة عن بعضها البعض ومشتتة ضمن السائل؟ طبعا بالحالة الطبيعية بسبب الشحنات السطحية لها رح تكون هاي هالمواد النانومترية متكتلة مع بعض ومتجمعة مع بعض البعض. أنا هوني بقى بحاجة لفصلة، لذلك لما بدي أقوم بعملية تصنيع أي شكل من هالمواد النانومترية، يعني حكيت لكم لما أنا عم أصنع شعرات شعيرات من أو خيط من أنابيب الكربون، قبل ما أقوم بأي عملية لازم بعملية التصنيع لازم أفصلها عن بعضها البعض لهالشعيرات هاي لهالأنابيب الكربون النانومترية هاي. الأمر ينطبق على كافة المواد النانومترية، أنا بحاجة لأفصلها عن بعضها البعض لأتغلب على الشحنات السطحية لها، وهون عادة بحاجة بيتم اختيار أول شيء السائل بدنا نقوم بتعليقه فيه، يعني السائل بدي اعلق فيها هالمواد النانومترية هاي، واختيار البوليمير لانه هوني انا البوليمير هو اللي بده يساعدني بعملية فصل هالمواد النانومترية على بعض البعض، لانه البوليمير بده يغلفها حتى تنفصل عن بعض البعض 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 عن بعض البعض، يعني هون بدي احقق شيء اسمه تنافر الكتروستاتيكي بين هاي الاجسام. طبعا هاي العملية لحتى أقوم فيها بحاجة أنا لعملية ميكانيكية، يعني أنا هون
بدي طبق قص ميكانيكي لها او بمعدل قص عالي، يعني باستخدام مثل حاله الامواج فوق الصوتيه، يعني انا عم احكي على معدل قص بحدود الف، او الطريقه الحديثه، في عندنا طريقه حديثه يعني عمرها لا يتجاوز 10 ل 15 سنه وتطبيقاتها كثيره لحتى افصل هالمواد النانومتريه، اللي هي طريقه التمييع الميكانيكي الدقيق اللي فيها عم اطبق ضغط عالي، يعني عم نحكي هون على قيمه من 500 ل 2000 مره اعلى من الضغط الجوي، ومعدل قص عالي كمان من المليون ل ل ل 100 مليون معدل القص، يعني من خلال تمرير هالاجسام النانومتريه اللي هي بتكون موجوده ضمن سائل معين ضمن قنوات شعريه لحتى احصل على هالتشتت والتبعثر والفصل لهالمواد النانومتريه ضمن السائل. هون بالاخير انا اظهرت مثال لحاله، بالحاله ايه انا عندي شعيرات نانومتريه لما بتكون متكتله او متكتبتله على بعض البعض، متجمعه مع بعض البعض، وهوني انا ما راح اقدر صنع على اي شيء معين لشعره او فيلم او اي شيء، لانه نتيجه ما انا منفصله عن بعض البعض. في حين لما قمت بعمليه الفصل اللي هي راح نحكي عليها لاحقا، عمليه الفصل اما وحاليا راح نستخدم طريقه التمييع الميكانيكي الدقيق، عم نشوف بالحاله ب كيف بالصوره ب كيف عندي هالانابيب الكربون النانومتريه انفصلت عن بعضها البعض. طبعا انا هون راح استفيد من مساحه السطحيه بشكل اكبر بكثير من حاله لما بتكون متجمعه مع بعضها البعض. بهالصيغه هي انا هلا صنفت المواد النانومتريه بالفيديو الثاني والثالث، كل الاشكال والتصنيفات لهالمواد النانومتريه. هلا بدنا ننتقل بالفيديو الرابع لخواص المواد النانومتريه، خصائص المواد النانومتريه. عندنا بحدود من 9 خصائص بدنا نتعرف عليها بالفيديو القادم ان شاء الله. والسلام عليكم.